اليوم مع تعليق نيمار دي سيلفا لاعب نادي الهلال على إصابته في مباراة الاستقلال، استقلال طهران الإيراني، وحسب المعلومات المتوفرة لدي أن نادي الهلال قد أبلغ اليوم الجهة المعنية بأنه لن يقوم بقيد اللاعب نيمار في الفترة الشتوية، وأن النادي ما له رغبة في قيد اللاعب في الفترة الشتوية، يعني بيقعد كذا لكن أن يكون من ضمن القائمة للفريق لا. وهذا يستكمل مسيرة اللاعب من بداية التعاقد مع الهلال، طبعا كان رايح على كريستيانو، بعدين ما ترتبت الموضوع، ما توقفت المفاوضات، بعدين جت فترة التسجيل التالية منع من التسجيل، بعدها جت الفترة اللي بعدها تم التعاقد مع نيمار. اللاعب كان عنده تاريخ طويل من الإصابات في باريس سان جيرمان. مشكلة بعض الجمهور الرياضي يخلط بين أمرين، ما بين اللاعب وتاريخه وما بين واقع اللاعب. أي لاعب يعني، في جمهور عندنا بالذات جمهورنا العاشق لكرة القدم الأوروبية، ترى اللاعب اللي كنت تشوفه في دوري الأبطال وكنت تعشقه، بعض الأحيان يجيك أنت بالتاريخ اللي أنت تفرجت عليه، بس في الأخير إحنا نبغى واقع. إحنا ما إحنا مكان للتأهيل، دوري لتأهيل المصابين، دوري لتكريم المتقاعدين، دوري السعودي دوري تنافسي يحتاج إلى لاعبين ذوي جودة عالية، وكثير من اللاعبين اللي جو المملكة ولدوري روشن صراحة صدموا بحجم التنافسية والجهد الكبير. البعض كان يعتقد أنه ممكن يلعب على الواقف، هذا جانب. الجانب الآخر، في لاعبين جو كانوا يريدون أن يكونوا يعني أيقونة النادي، يدير النادي بالطريقة اللي، وتعرضت لبعض الأندية لمطبات، لكن الأمور بدت الآن تفصل فيها الصلاحيات. محمد الشيخ، موضوع نيمار الحل إيش؟ الحل أن يكون هناك تسوية بين نادي الهلال وبرنامج الاستقطابات من جهة، وبين نيمار. أعتقد أنه نيمار الذي لم يستفد من باريس سان جيرمان، يعني حينما تعد الفترة اللي لعبها في باريس سان جيرمان لا تذكر، فترة إصابته أكثر من فترة مشاركته، وبالتالي نيمار لاعب يعني أثبت أنه لاعب معطوب، هو لاعب ذو إمكانات عالية ولا زال، وشفناه مع منتخب البرازيل لاعب يجيب جمهور، لاعب مع يعني مع تحفظي على كلمة معطوب، أم لاعب ما هو جاد في عملية التأهيل؟ الجانبين. هو شكل، هل هو مبسوط إنه يستلم رواتب ويلعب بعض الأحيان وخلاص؟ هو لاعب مهمل واضح، أولاً هو لاعب موهوب طبعاً وأحد أهم اللاعبين في العالم، لكن كثير الإصابات وهذه تركيبته الجسمانية والبنية. اثنين، دليل على تأخره في الإعداد، إحنا نشوفه بمجرد أن يصاب جسمه يتدبل من حيث الوزن، وهذا أمر غير طبيعي. الأمر الثالث، رباط صليبي في لعيبة رجعوا من الرباط بعد 6 شهور 8 شهور، هذا سنة وما قدر يرجع، ورجع مع أول سبرنت بسيط تعرض إلى شدود، وبالتالي أعتقد أنه استمراره هو استنزاف للهلال فنيا واستنزاف ماليا. لا بد أن يصلون إلى تسوية حتى لو أدى إلى دفع الشرط الجزائي كامل، لأن هذا على حساب الهلال في كأس العالم للأندية. الهلال بحاجة إلى لاعب ذو قيمة كبيرة فنيا حتى يكون الهلال في عافية فنية، وذو قيمة تسويقية حتى يذهب الهلال ليكون في مصاف هذه الأندية الأوروبية، ريال مدريد وغيره. هو على فكرة ترى في يناير الجاي يدخل الفترة الحرة. فترة الحرة هذه لو إنه فيه مجال لتسويقه، هو يعني في النطاق الضيق. لا هو ما بقى هذا الموسم، هو الأخير له ترى مع الهلال. هو عقده سنة. لا أنا أقول لك. يعني إيه، أنا أقول لك حتى لما يدخل الفترة الحرة عملية تسويقه حتكون صعبة، ولو سوق بمبلغ لا يذكر حتى الفترة الستة شهور المتبقية، وبالتالي نعم. أعتقد يجب أن يتصالح برنامج الاستقطابات مع الواقع، وأن بالفعل يتم وجود صيغة لفك العقد، وأن يتم تعويض الهلال بلاعب ذو قيمة فنية ومكانة رمزية وتسويقية قبل أن يذهب إلى كأس العالم. نرجع لنقطة